طبعا اليوم العالمي للشباب ده يوم مهم جدا. الاحتفالية المعمولة هنا في مدينة العالمين احتفالية جميلة جدا، بيشارك فيها اتحاد اللي هي التجديف اللي هي المصري بعدد كبير من اللاعبين، حوالي 150 لاعب ولاعبة. بنشارك ب 12 قارب فردي، 12 قارب زوجي، 12 قارب رباعي، وده عدد محترم جدا. اكسر رقمك دي مبادرة ان احنا بنحاول نخلي الشباب ان هم يتحدوا نفسهم ايجابي، بيتحدوا رياضيا نفسهم، بيحاولوا يحققوا اهداف، او اللي بيمشي 500 خطوة في اليوم يبقى بيمشي 1000 خطوة، بتبقاش اي ارقام، اللي بتمرن مره يتمرن مرتين. بدا الاهتمام في الوزاره وكوميه الشباب والرياضه بالاسكندريه تحديدا بتكوين فريق الراكت المصري بقياده العبد الله الكابتن منظور، وبدانا عمل براعم وجيل تاني من لعبه الراكت من اطفال وبنات وسيدات من كافه الفئات، والنهارده بهذا الفريق بينول شرف المشاركه في هذا المهرجان العالمي الثالث. الترياسلون عبارة عن سباحة عجل جري، بحبها يعني بحبها كده، بلعبها كفاني وانا بدخلها عادي مش خايفة من حاجة وكده. وبصراحة النظام هنا في البطولة حلو. احنا النهارده جايين ننزل بطولة تقديف اوكي في العالمين، واحنا كلنا مبسوطين عشان احنا جايين مسافرين مع بعض وهننزل في العالمين، وبالذات ان هي مجهزة حلو وحلو ونازلين كلنا مع بعض. النهارده هيبقى يوم حلو قوي يعني، عشان يعني كمهرجان والوزير هيبقى هنا، فيعني هتبقى حاجة جميلة. وانا حبيته كهواية، كنت في الاول واخداها كهواية وعن حب يعني لحد دلوقتي. بإذن الله هيبقى مهرجان عالمي بإذن الله، ويبقى أجمل بطولة يعني حضرناها. لازم كنا نشارك في حاجة حدث زي كده للبلد، رقم واحد، رقم اتنين علشان المكان، ورقم ثلاثة طبعا علشان الرياضة، الرياضة للجميع سواء كبار السن أو صغار، لازم الرياضة شيء أساسي ومهم في الحياة عامة.